العمالة المصرية اللي شغالة بكل حب وإخلاص على مدار الساعة علشان هذا المشروع القومي يتنفذ بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. أولا يعني كل سنة وانتم طيبين. طيب يا فندم. ويا رب دايما كده كل الخير ليكوا ولبلدنا. عرفنا عن نفسك وقولي بالك قد ايه شغال هنا في المشروع. حضرتك انا شغال بقالي سنة حضرتك. شغال ايه؟ حضرتك شغالين تبع الكريتال حدادة. ماشي. المشروع هنا ناس كويسة وناس طبيعة شغلهم كويسة. ماشي. واحنا بالنسبة لنا بنشتغلوا من الساعة 6 بالنسبة لرمضان بنشتغلوا من الساعة 6 للساعة 3. دي طبيعة شغلنا هنا. واسم حضرتك؟ نسيت تعرفني عن نفسك. السيد محمد احمد عثمان. عندك اولاد؟ متزوج؟ عندي 4 اولاد. وحضرتك منين؟ من كفر الشيخ حضرتك. وسكنوك هنا في حته قريبه في لا السكن؟ لا معايا سكن هنا حضرتك. معاك اهلك فيه؟ لا معايا سكن واخد سكن ايجار بره. معاك زوجتك في السكن؟ لا لا لا. ولا هي موجوده؟ لا هي في البلد. في البلد. اه كل حاجه تمام مبسوط؟ كل حاجه تمام يا فندم والمشروع تمام وكل حاجه تمام. احساسك ايه وانت شايف المشروع كده بيكبر قدام عينك وانت يعني جزء مهم واساسي كمان في والله المشروع؟ والله يا فندم ده فرحه لكل مصر كلها، حاجه يتباهر بيها كل انسان، كل بني ادم عربي يتباهر بيها. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه. كل سنه وانت حضرتك طيبه يا فندم. طيب عرفنا عن نفسك برضو وقول لي بتعمل هنا ايه في المشروع بقالك قد ايه؟ محمود الصفتي تبع الهندريل الكريتال الحديد مركز شبراخيط بحيره، شغالين هنا بقالنا سنه برضو. وحضرتك زي ما انت شايفه برضو كل حاجه تفرح هنا وكل حاجه بخير وكويسه الحمد لله. انت برضو عملك برضو 6 ساعات؟ 6 ساعات في اليوم. متزوج؟ عندك اولاد؟ متزوج، عندي اولاد. وبقالك فتره شغال في المشروع؟ بقالي سنه برضو. انا بقالك سنه. طيب كنت فين قبل السنه هنا؟ يعني كنا برضو في مدينه العالمين الجديده. انت شغال مع مشاريع الدوله؟ مشاريع. طيب انت ايه رايك فيها؟ ايه رايك في الفئه هنا؟ المشروع في مشاريع جميل. الدوله يعني ولاي مدى كمان وفرت فرص عمل لعدد كبير؟ جميل منكم. كل حاجه جميله بالنسبه للشغل، المشاريع والشغل ده هنا برضو حاجه كويسه ومشرفه يعني. مبسوط وراضي؟ مبسوط كل تمام والله الحمد لله. ازيك؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. رمضان كريم. الله اكبر. اخبار رمضان ايه معاك؟ كويس الحمد لله. بقى هنا شفتك برضو نفس قبل رمضان 6 ساعات في اليوم؟ لا بيبقى من الساعة 8 للساعة 5. انت من 8 ل 5؟ اه. واخبار الشغل ايه هنا؟ مبسوط في المكان؟ اه الحمد لله كويس تمام. بقالك فترة؟ سنة برضو ولا اكتر؟ اه بقالي سنة، سنة وشوية ان شاء الله. سنة شوية في المشروع ده. اه. قبلها كنت فين؟ قبلها كنت شغال في 6 اكتوبر. برضو مشروع للدولة؟ اه. طيب قول لي بقى رايك ايه في المشروع ده؟ والله الحمد لله هو يعني مشروع بصراحه يفتخر به كل المصريين ان شاء الله يعني. يعني الحمد لله اي شاب في الدنيا بيفرح لما بيلاقي مشروع زي كده وبيساعد كمان. انت مش بس يعني انت كمان بتساهم وبتساعد وبتبني في المشروع. متزوج؟ خاطب؟ شكلك صغير، شكلك خاطب؟ لا لسه والله قاري فاتحه بس. لسه بتكون نفسك؟ لا الحمد لله. وامتى ان شاء الله بقى الفرح؟ يعني ان شاء الله لسه يعني عندي اختي بس بجهزها وكده يعني. ما شاء الله عليكم والله العظيم الرجاله رجاله. معظم اللي اتكلمت معاهم هنا في المكان بيقولوا لي احنا بنجهز اختنا الاول بعد كده احنا نتجوز. مش ده حمل كبير قوي؟ لازم، ده حاجه عندنا لازم. انا لازم اجهز اختي واسترها الاول عشان بعد كده ابدا افوق لنفسي انا واجهز. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 19 سنه. 19 سنه وبتجهز اختك؟ اه. ربنا يا رب يخليها لك. الله يخليك. وربنا يكتب لك الخير. طب المشروع ده بيساعدك في انك تجهز اختك في ان هو يفتح لك اكيد مصدر رزق ودخل؟ اكيد، ودخل كبير كمان ان شاء الله. طب انت محتاج ايه؟ انا والله مش محتاج اي حاجه لان انا شغلي هنا مش بيخليني محتاج حاجه. الحمد لله يعني. الحمد لله. احنا فخورين بيكم وكل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. ودعواتكم بقى في الشهر الكريم ان شاء الله ليكم ولبلدنا مصر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب.